مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج ملفات. حلقه الليله بنفتح فيها مع حضراتكم ملف الموازنه العامه الجديده للدوله للعام المالي 2021-2022 والتي يبدا العمل بها في اول يوليو. هذه الموازنه تعد الاضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، تم تخصيص فيها 30.6% من مخصصات موازنه البرنامج والاداء للعام المالي المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشه المواطنين، و27.3% لبناء الانسان، و31.3% لتحقيق التنميه الاقتصاديه ورفع كفاءه الاداء الحكومي، باعتبار ذلك من اهم الاهداف الاستراتيجيه لبرنامج عمل الحكومه. حول الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022 التي تستهدف استكمال المسيرة التنموية لبناء الجمهورية الجديدة وتحسين معيشة المواطنين، يبدأ حوارنا مع ضيفنا داخل الاستوديو الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فعلا. جميل، نتوقف مع هذا التقرير الزميلة وفاء الخولي. مع اقتراب السنة المالية الجديدة، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون ربط الموازنة ومشروعات قوانين ربط الموازنة للهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 هيئة، وموازنة الهيئة العامة للإنتاج الحربي ووزارة العدل للعام المالي 2021-2022. وبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2,461,000,000,000 جنيه، مقسمة إلى 2,000,000,000,000 للجهاز الإداري للدولة و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية. هذا وقد حرصت بنود موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل على الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، حيث خصصت 30% لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما تم تخصيص 27.3% ضمن موازنة العام المقبل لبناء الإنسان، بالإضافة إلى تخصيص 31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وأيضا 82% من الهيئات و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي المقبل طبقا للبرامج والأداء، هذا إلى جانب رفع كفاءة 1800 من ممثلي الجهات الموازنية في إطار البرنامج الوطني لبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة. يمكن القول إن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة، كما تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية. أهلا بكم مرة جديدة مشاهدينا، وبرحب بضيفنا مرة جديدة داخل الاستوديو دكتور محمد البهوشي الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ. في البداية عايزين نعرف الناس ما هي الموازنة العامة ومن الجهة المسؤولة عنها وخطوات اعتمادها. بداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين في كل مكان. هي الموازنة العامة هي بيان تفصيلي، بيان محاسبي تفصيلي لإيرادات الدولة اللي هي بنقول عليها الموارد واستخداماتها اللي هي نفقاتها في خلال مدة تقديريه، دي ده المده المسبقه اللي تقريبا بتبقى سنه، فهي الموازنه العامه للدوله بتبقى بيان مفصل لكافه الايرادات المقدر الحصول عليها في خلال السنه القادمه وكافه النفقات او بنود الانفاق اللي المقدر للانفاق ليها في خلال السنه القادمه. بيتم تبويبها حسب المعترف عليه، بند الاجور، بند الاستثمارات العامه، بند الصحه، بند التعليم.
الجهة اللي بتكون مسؤولة عن الموازنة أو إعداد الموازنة هي وزارة المالية. بيتم إصدار منشور ليها يعني في فترات زمنية بداية من شهر 9 لشهر 19 بيتم إصدار منشور بشكل الموازنة واتجاهاتها بيوزع على الوزارات وكل وزارة بتبعته للإدارات المختلفة اللي فيها يعني كل إدارة أو كل وزارة بتملي النموذج يتم تعبئة الموازنة التقديرية لها لإيراداتها ونفقاتها في خلال السنة القادمة ويتم ردها مرة أخرى للوزارة المالية على نهاية ديسمبر من في السنة الجديدة وفي خلال الثلاث شهور القادمين من ديسمبر لمارس بيتم صياغة الموازنة بشكلها النهائي وتعرض على مجلس الوزراء وبعد كده تقرها ان هي في نهاية مارس تتم يعني ارسالها للجهة التشريعية اللي هي مجلس النواب لمناقشتها واقرارها زي ما شفنا امبارح تم اقرارها من مجلس الشعب امبارح او مجلس النواب امبارح تم اقرار الموازنة اللي احنا بنشوف بنتكلم فيها النهاردة. الموازنه ليها يمكن احنا الموازنه دي بتختلف عن الموازنات اللي كانت قبل كده ان قبل كده كانت موازنات البنود موازنه البنود الموازنه المره دي حتى في التقرير اتكلم كذا مره بموازنه البرامج والاداء موازنه البنود يعني عشان برضو نعرفها للناس كانت فيها بنود بند الاجور بند مثلا ده بند مصروف بند الايراد الضرائب بيبقى هو المستهدف ان انا اراقب هذا البند الايرادات بتاعته مثلا لو في بند الايراد اللي هي الموارد اشوف تحصلت على هذه الموارد او حصل فيها قصور او حصل فيها زياده بالنسبه للانفاق برضو بيبقى هو الغرض عمليه رقابه او مراقبه للمصروف على هذا البند لكن النهارده اللي احنا بنشوفه في الموازنه البرامج والاداء هي يعتبر هي احدى ادوات برنامج الاصلاح الهيكلي يمكن احنا كنا الفتره اللي فاتت بنتكلم على الاصلاح اقتصادي اللي هو تقليل النفقات او يعني تقليل الدعم في التوجيه للمستحقين بالنسبه للرضاء للبند النفقات النهارده اختلفت بقت الموضوع بدور على برنامج بصيغ برنامج وبصيغ ان عندي هدف اشتغل عليه يعني النهارده بدل ما اقول النهارده شغال على بند الانفاق مثلا على الطرق بس او الزراعه بس كم ده عملت مشروع قومي او في هدف عندي بشتغل عليه بيبقى هو الهدف عندي هو ده اللي بقيم بيه الاداء دوت من خلاله بعمل زي تقييم اداء للانفاق الايراد المتحصل عليه وبصيغ يعني هدف بشتغل عليه يعني النهارده لما اشوف مبادره مثلا المشروع القومي لتنميه الريف المصري يعني ده يعتبر نموذج اللي هو حياه كريمه مثلا هو نموذج للبرنامج عملت برنامج استفاد منه شغلت منه وزاره الصحه عملت تهيئه للقطاعات الصحيه في القرى المستهدفه العماله فتحت باب للعماله النشاط الصناعي او القطاع الصناعي من خلال الاعتماد على المكون المصري فالقطاع الزراعي برضو من خلال تبطين الترعه والتنميه الزراعيه فهو البرنامج بيبقى هدف الاساسي بتاعه اللي هو رفع مستوى المعيشه في تقريبا 4800 قريه هيساهم معايا بنسبه 58% من السكان المصريين هيستفادوا من هذا البرنامج يبقى هو دوت البرنامج اللي انا اشتغلت عليه عملت البرنامج وكل ضميت لي كافه القطاعات اللي هي تصيغ نتيجه تحقيق النجاح في هذا البرنامج. نعم، حضرتك يعني شايف ازاي الارقام بتشير ان هذه الموازنه 2021 2022 هي الاكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، تعليق حضرتك على ذلك. هي حقيقه طبعا احنا لما نبص على السنوات الماضيه الموازنه بالارقام يعني مضاعفه عن السنوات يعني من 2014 تقريبا يعني مضاعفه اكثر من تقريبا ثلاث امثال من 2014 اللي النهارده دوت لما نقيمه هو ده صياغه للبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بنبني ثماره النهارده في زياده في الانفاق على قطاع الصحة في زيادة في الاستثمارات المحلية في زيادة اكتر مما هو مخصص له طبقا للدستور الزيادة قطاع الصحة التعليم الالزامي التعليم الجامعي والبحث العلمي كل المخصصات اللي تم تخصيصها لهذه البنود اكتر مما هو المخصص ليه طبقا للدستور يعني النهارده بنقول التعليم مخصص له طبقا للدستور لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي التعليم الالزامي لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الاجمالي
الصحه، التعليم الجامعي 2%، البحث العلمي 1%، كل ما تم تخصيصه في هذه الموازنه اكثر من هذه النسبه. فهو النسبه ديت بتقول او ما ياتي في هذه الموازنه فيقول ان احنا بنبتدي نبني ثمار البرنامج الاصلاح الاقتصادي في زياده. يعني كل الاتجاهنا نشوف المخطط منها او الرؤيه الاستراتيجيه من الفتره الجايه او للعام القادم هي النهوض بمستوى معيشه المواطن. شفنا فيها رفع معدلات الاجور، شفنا فيها تخصيص رفع معدل اللي هي الرواتب ارباب المعاشات، وفيها رد الاقساط المستحقه للمتاخرات ليها للهيئه العامه للتامينات الاجتماعيه. فكل ديت تكافل وكرامه، ما هي برضه تخصيص يعني الاعتماد احنا المظله الاجتماعيه. يعني احنا عامه بتبقى الموازنه فيها رؤيه للمخطط اللي جاي للدوله. النهارده الدوله بتحافظ على الحمايه الاجتماعيه من خلال برامج التكافل وكرامه، بنحافظ على الاستثمارات المحليه بزياده المضخ وفي الجانب الاستثمار، بنحافظ على التعليم زي ما قلنا وجانب الصحه. في عندنا مبادرات كتيره قايمه عليها الدوله، يعتبر كل منها برنامج في حد ذاته. عندنا برامج لتطوير الصناعه وتمكين الصناعه، عندنا البرامج اللي زي ما قلنا حمايه المظله الاجتماعيه، الاهتمام بالصحه والحفاظ على والاستدامه في المبادرات، المبادرات ال 100 مليون صحه، الحفاظ على مبادره انهاء القوائم الانتظار في العمليات الحرجه. كل دي المبادرات بتقول عليها، بتقول الخطه، بتقول الموازنه، او بنترجم الموازنه بنقول ان المحافظه الدوله مستهدفه الابقاء عليها والنهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن. تصريحات الدكتور محمد معيط وزير الماليه بتخصيص 30.6% من مخصصات موازنه البرامج والاداء وده للعام المالي المقبل، مشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و 27.3% لبناء الإنسان، و 31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. تعليق حضرتك على الدقيقة قراءتك لهذه الأرقام. هي زي ما قلت لحضرتك هي خطوط عريضة تدينا الرؤية اللي واخدها بتنتهجها الدولة في الفترة القادمة. هو يعني نقول مثلا لما نيجي نصيغ الكلام دوت ونقول تحسين مستوى معيشة المواطن بنسبة 30.6% و 27.3% لبناء الإنسان، وال 31.3% تحقيق التنمية الاقتصادية، هنقول دوت كله المحاولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن. هي في برنامج منتهجات الدولة أو خطة منتهجات الدولة توصيل الخدمات للمواطن، رفع مستوى المعيشي للمواطن. يعني بشكل اقتصادي في صياغة الاقتصادية النهاردة مثلا بحاول أحجم أو أفضل مسيطر على معدل التضخم دوت في الوقت اللي أنا زودت فيه الرواتب بنسبة علاوة دورية أقرها سيادة الرئيس، كده يبقى أنا زودت القدرة. وحتى يمكن برضو نسبة اللي هي الزيادة الدورية اللي أقرها سيادة الرئيس سواء للمعاشات أو للمرتبات للموظفين في الحكومة أكتر من معدل التضخم الموجود النهاردة. فالنهاردة يبقى في زيادة حقيقية في إيد المواطن، يعني المواطن هيلمسها في الفترة القادمة زيادة القدرة الشرائية اللي في إيده. فهو ده دي المعدلات اللي إحنا بنقول عليها، الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، الاستثمار في بناء الإنسان من خلال تعليم وصحة وتعليم جامعي وإلزامي، الاهتمام بالبحث العلمي. يمكن احنا شاهدنا النهاردة بمدينة الدواء اللي على أرض مصر النهاردة. كل دي ثمار أو رؤية بتنتهجها الدولة اللي الهدف فيها الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الخدمات المقدمة إليه. دايما بتستهدف في هذه الموازنة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% وخفض العجز الكلي بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.7% كان متوقع بنهاية العام المالي الحالي. صحيح. إزاي حضرتك شايف هذه الأرقام دي؟ هي دي الجانب الاقتصادي او الاساسي في الموازنه، ان هو النهارده بحقق عاوز احقق معدلات نمو. النهارده بشجع، النهارده يمكن قلت لحضرتك كنموذج برنامج او اللي هو المشروع القومي للحياه كريمه اللي هو اللي يضم في طياته تنميه وتطوير القرى المصريه، تطوير تبطين مياه الترع، انشاء مدارس جديده، انشاء وحدات صحيه جديده. فهو برنامج واحد بيضم في طياته
كافة تقريبا كده كل الوزارات بتعمل في هذا المجال او في هذا المشروع، بيستفيد منه تقريبا 58% من سكان مصر على مستوى موزعين على مستوى الجمهورية. فالنهاردة دوت يقول النهاردة الناتج بتاع المشروع دوت النهاردة الاستثمارات اللي انا بفتحها النهاردة بتوفر فرصة عمل، بتوفر النهاردة اعتمدت على المكون المحلي والارتقاء بالصناعة المصرية كده، وعملت مدن صناعية تقريبا 12 مدينة صناعية في 13 محافظة، يبقى انا شغلت المدن الصناعية ديت، فتحت بيوت وفتحت فتحت مجالات، حليت او استغنيت عن المستورد بالمنتج المصري اللي انا انتجته من خلال صناعاتي. يبقى هو دوت النهاردة حققت معدل النمو في الجاي. النهاردة برضو من خلال المشروع زودت الرقعة الزراعية من خلال تبطين الترع ان انا مديتها واستغليت صحراء اللي زي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة. النهاردة استغليت مواد من المياه ان انا حافظت عليها من الهدر، في تقريبا هوفر 5 مليار متر مكعب من المياه من خلال مشروع تبطين الترع اللي هو بياخده في طيات موضوع او مشروع اللي هو النهوض بالكرة المصرية. ده كله بيأثر معايا بالايجاب ان انا احقق معدلات نمو ايجابية. لما بنتكلم برضه على الجزئية اللي هي بحاول احقق اقلل العجز اللي كان بيتم في الموازنة تقريبا ب1%، هو النهارده اللي بيحصل ترشيد للنفقات بضبطها، يعني مش تقليل النفقات. النهارده اللي احنا بنشهده في الموازنه ان في كل البنود فيها زياده، بس الفكره النهارده بدل ما كانت هي موازنه بند بحدد له مبلغ للصرف، لا النهارده بقيت بشوف مشروع، بشوف هدف او برنامج ببتدي اصيغه، والنهارده الهدف دوت المشروع اللي بيحقق معايا ايجابيات ممكن ازود له في مخصصات، يبقى في اليه او في مرونه في توجيه النفقات ديت اللي بتحقق معدلات يعني ايجابيه او معدلات اداء اقوى في استخدام الايرادات اللي بتحصل عليها سواء من ضرائب او ايرادات قناه السويس. فهي دي الميزه في موازنه البرامج والاداء، ان فيها مرونه وفيها قوه اداء ويعتبر فيها اصلاح هيكلي اللي احنا بنشهده دلوقتي. خلينا نتكلم عن الموازنه بشكل اكثر تفصيلا وبالارقام. في زياده في المعاشات من بدايه يوليو بنسبه 13% من اجمالي قيمه المعاش بتوفير 180 مليار جنيه. صحيح. ايه راي حضرتك في ده؟ طبعا احنا النهارده الزياده اللي بتتم النهارده في المعاشات نسبه 13% هي الزياده برضو اللي نوضحها للناس، الزياده اللي بتتم النهارده 13% في معدلات التضخم اللي موجوده في الفعل النهارده تقريبا 4.2%، فتقريبا هيبقى فيه يعني الفائض اللي هيلمسه المواطن او اللي هو قرب المعاشات في ايده تقريبا يعني 7% تقريبا زياده حقيقيه في ايده. فهي النهارده زي ما قلت لحضرتك هي في الدوله بتنتهج السياسة ان هي ممكن تنمية عادة الاقتصاد او دفع عادة الاقتصاد عن طريق الاستهلاك، عن طريق زيادة الرواتب للأرباب المعاشات من جهة، ده بيعود وطبعا بالجهة التانية ان انا قللت او حجمت معدل التضخم، بقت القدرة الشرائية في ايد المواطن في حالة زيادة، ده بالتبعية بيعود على حلقة الاستهلاك ان هي ممكن انمي الاقتصاد من خلال الاستهلاك. هي عجلة او دايرة بتسلم بعضها. اللي طبعا لما نشوف النهاردة فهي برضو زي ما قلت لحضرتك هي رؤية للدولة او استراتيجية بتدفع بها الدولة ان هي الارتقاء بمستوى معيشة المواطن. فهو ده اللي احنا بنشهده. الموازنة فيها ارقام طموحة وفيها زيادات كتير. ايضا في زيادات في مخصصات الاجور. ما هي بالظبط العلاوه اللي اقرها سياده الرئيس للموظفين المخاطبين بالقانون الخدمه الاجتماعيه الخدمه المدنيه وغير المخاطبين، هي برضو زي ما قلت لحضرتك هي دفع بعجله الاقتصاد للنهوض بالمستوى المعيشي للافراد من جهه بزياده الرواتب، حققت المعادله من الجهه الاخرى ان انا قللت معدلات التضخم وسيطرت عليها من خلال المشروعات اللي قامت بيها الدوله ومن خلال تكاتف اكتر من جهه في الدوله. يعني نقول معدلات التضخم دي يعني مش جهه واحده اللي سيطرت عليها، لا اللي خلقت سوق موازي من خلال المشروعات القوميه اللي انتجت السلع والخضار، وخلقت سوق موازي من خلال المنافذ اللي انشاتها الدوله. ده كله اثر بشكل كبير انه تحجيم معدل التضخم. النهارده بالزياده اللي بتتم اكتر من معدل التضخم، كان فيه سنوات في سنوات ماضيه كان معدل التضخم 33% ونسبه الزياده في الاجور 10% تقريبا كده. المواطن اصلا يعني بيبقى خسران في الزياده ديت 23% لانه اصلا ما بيلمسش حاجه من اللي زادها.
فالنهارده اللي بيتم على ارض الواقع السلع الاساسيه مسيطره على اسعارها، الزياده زياده في الاجور النهارده زياده حقيقيه، يعني زياده حقيقيه، يعني القدره الشرائيه اللي في ايد الموظف بقت اكتر من معدل التضخم، والنهارده ما فقدتش القدره الشرائيه اللي كان بتستهلك في معدلات التضخم. نعم. الموازنه الجديده بتنفذ توجيهات الرئيس للحكومه بالتوسع في مد وتحسين خدمات العامه للمواطنين، هي طبعا زادت مخصصات الصحه، تعليم قبل الجامعي، التعليم العالي والجامعي، زادت مخصصات البحث العلمي. صحيح. هو الدستور في 2014 اقر حد معين لا يقل عنه هذه المخصصات في هذه، سواء الصحه او التعليم الالزامي او التعليم الجامعي او البحث العلمي. في الدستور تم اقرار مثلا الصحه لا يقل ما يتم تخصيصه في الموازنه عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي. التعليم الالزامي 4%، الجامعي 2%، البحث العلمي 1%. الارقام اللي احنا بنشهدها كلها النهارده زياده، كلها بزياده عن السنوات الماضيه، يعني تقريبا 275 مليار للصحه و275 مليار و600 مليون للصحه، التعليم الجامعي 256 مليار، التعليم القبل الجامعي 256 مليار، الجامعي 132، وتم تخصيص 64 بالزياده عن العام الماضي، 64 مليار للبحث العلمي. كل دي زيادات زي ما قلت لحضرتك هي بتدينا الاستراتيجيه اللي هتنتهيها الدوله في العام المقبل، هي النهوض او الاستثمار في يعني هي يمكن تم تخصيصها او تحسين مستوى المعيشه وبناء الانسان. فالنهارده هو ده يعتبر هو ده بناء الانسان، ان انا بزود له في معدل في ما يتم تخصيصه للصحه، الاهتمام بالتعليم وزياده المخصصات للتعليم، هو دوت النهارده الاستثمار في العنصر البشري او القوه البشريه المصريه. في نفس الاطار الموازنه شهدت مزايده مخصصات التامين الصحي والادويه وعلاج غير القادرين. صحيح. هي اللي بنقول الموازنه دي يعني احنا بنتكلم موازنه فيها كل البنود اللي هي حتى كنا بنشهد في السنين اللي من سنوات من عقود، يعني ان احنا دايما بيبقى في مطالبات بزياده المخصصات لهذه البنود، لكن اللي احنا بنشهده النهارده لا، الحكومه بصراحه فيها يعني النهارده في خطوات ايجابيه. النهارده بنقول نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي بنشهده على الارض النهارده، ان احنا كل ما يخص المواطن في زياده ليه، زي ما قلنا الحاجات الاساسيه فيها زياده للمواطن، للصحه اللي مزود المخصصات ليها، البنود الاساسيه للدعم للمواطن برضو فيه زياده للمخصصات ليه. فالموازنه بصراحه موازنه كل يعني منحازه بشكل كبير للمواطن. نعم. احنا بنتوقف مع هذا التقرير للزميل نعيم ابراهيم الرؤيه الصحفيه للموازنه للدوله للعام المالي 2021-2022، بتركز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمه له. تعيش البلاد حاليا نهضة حقيقية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيقها عاما بعد عام، من أجل بناء دولة حديثة تنقل المواطن من دائرة اليأس إلى دائرة الأمل، فأطلق خططا تنموية شاملة في كافة أرجاء الوطن، وكان لها مردودا إيجابيا على مناحي الحياة كافة. وتأتي الموازنة العامة الجديدة للدولة لتترجم تكليفات السيد الرئيس للحكومة بالمضي قدما في تحسين أحوال المواطنين، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل. الموازنة الجديدة بتزيد الأجور بنحو حوالي يمكن 11%، أكثر من 11% بترتفع المخصصات للأجور لحوالي يمكن 361 مليار جنيه، هناك للدعم حوالي 321 مليار جنيه، منهم حوالي 87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وأيضا 19 مليار جنيه للمعاشات عشان برنامج تكافل وكرامة، وأيضا الدعم النقدي في المرافق والإسكان الاجتماعي حوالي 7.8 مليار جنيه. هناك زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية بتصل لحوالي 27.6% في هذه الاستثمارات، من أجل الإنفاق على المشروعات القومية، مشروعات الطرق، مشروعات الخدمات الموجودة في جميع المحافظات.
الموازنة الجديدة تتضمن أكثر من 30% لتحسين معيشة المواطنين، فضلا عن زيادات حقيقية تتجاوز أضعاف معدلات التضخم بدخول الموظفين وأصحاب المعاشات، مع زيادة مخصصات القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وذلك بهدف بناء الإنسان المصري. مشروعات بتصب في صالح المواطن، بتصب في رفع مستوى المعيشة، بتصب في تحسين معدلات نمو الاقتصاد الوطني. احنا حققنا حوالي 2.5% في خلال العام المالي الحالي الذي سينقضي نهاية الشهر الجاري. احنا بنستهدف في العام المالي الجديد اللي احنا نحقق معدل نمو حوالي 5.4% من الناتج القومي، وده معدل جيد جدا بالنسبة لمعدلات النمو في الناتج القومي اللي بيحققها دول كثيرة في العالم. استثمارات كبيرة إذن تحظى بها الموازنة الجديدة لاستكمال وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية وزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يعود بالنفع على الوطن ويوفر حياة كريمة لكل أبنائه. الدكتور محمد البهوشي، باحث اقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، واحنا نتكلم على الموازنة العامة 2021-2022، بنتطرق ايضا لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد اكبر من المحافظات، وبيتم عشان يعني ايضا التأمين بدون غير القادرين من اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والهيئة العامة للرعاية الصحية. صحيح، احنا النهارده بنشهد في هذه الموازنة الإبقاء أو إدراج ما تم إدراجه في هذه الموازنة تقريبا 5 مليار وما يقرب من 600 مليون جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن تم تخصيص فيها 200 مليون لدعم التأمين الشامل غير القادرين، و5 مليار و400 مليون تقريبا للهيئة العامة للرعاية الصحية. فالنهارده ما بنشهده النهارده على الواقع برنامج طموح جدا لإرساء أو لتنظيم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. تم تطبيق بورسعيد وبيتم إنشاء مستشفى كبير دلوقتي في السويس، والمنظومة بصراحة يعني طموحة، والحكومة يعني حطها في أولى اهتماماتها، ويستفيد منها المواطن المصري، ويعني من المشروعات اللي اعتقد انها ستلقى رضا المواطن المصري في الفتره القادمه. احنا لسه بنتكلم عن الصحه، ايضا في دعم للمبادرات الصحيه في مجال الصحه، زي مبادره 100 مليون صحه، ومبادره القضاء على قائم الانتظار، ورفع كفاءه المستشفيات، توفير الادويه والامصار لالبان الاطفال والمستلزمات الاجهزه الطبيه، ودعم وزياده اسره العنايه المركزه، وايضا حضانات الاطفال. صحيح، هي يعني انا بنشوف النهارده الرؤيه بتاعت الدوله او الخطه ان هي بتستغل الزخم او النتائج اللي هي تحصلت في السنوات القادمه. اللي سياده الرئيس كان اشار بتكلفات رئيسيه لاكثر من مبادره، مبادره 100 مليون صحه، ومبادره القضاء على الفيروس سي، ومبادره القضاء على قوانين الظهر في العمليات الجراحيه الكبرى، بالنسبه للمدارس كمان، ومبادره المدارس علاج التقزم والسمنة، مبادرات صحيه كتيره جدا. فالنهارده اللي انا بحافظ النهارده على ما تم انتاجه، النهارده اللي انا هنفقه في الفتره القادمه يبقى مش زي اللي انا صرفته قبل كده. النهارده انا عملت الدعائم والاسس اللي اشتغلت عليها، عشان كده النهارده سياده الرئيس او الموازنه بتاعه الحكومه النهارده بتدعم او بترسي الاسس اللي او النتائج اللي تم تحصيلها قبل كده. فعشان كده بنلاقي النهارده الاهتمام بقطاع الصحه والمبادرات اللي يمكن شد عليها، وكان في مبادرات تم لالبان الاطفال والمستلزمات والاجهزه الطبيه، كل ديت اصلا مبادرات بنقول استكمال لما تم في السنوات الماضيه، فهو حفاظ على مكتسبات قطاع الصحه. فعشان كده بنلاقي المخصصات النهارده برضو بالزياده. قطاع الصحه لسه بيحظى باهتمام يعني معنا في الكلام، باهتمام كبير، وخاصه شراء الادويه والمستلزمات الطبيه ومخصصات الأدوية في ظل جائحة كورونا،
للتعامل مع المواطنين. احنا طبعا احنا يمكن شاهدنا في الفترة القليلة الماضية يعني انشاء مدينة الدواء المصرية وصرح اصلا مش موجود في الشرق الاوسط. فالنهاردة برضو الاهتمام في اطار اهتمام الدولة على صحة المواطن والاجراءات احنا ده اتباع الاجراءات الاحترازية او الخطط المسبقة او الاستباقية اللي بتنتهجها الدولة اللي هي شراء الادوية النهاردة لمجابهة اي جهة اي جائحة او مجابهة اي صدمات ممكن تحصل في الفترة القادمة. فالنهارده برضو بنلاقي زياده في شراء الادويه لمجابهه الفيروس ومجابهه اي اثار غير مرغوبه يعني تكون موجوده. فلا برضو في مخصصات كلها بزياده يعني احنا يعني الموازنه منحازه بشكل كبير جدا للمواطن وكل انحياز الحكومه والقياده السياسيه للمواطن فيها. في اطار ايضا زياده المخصصات عندنا في الموازنة العامة 2021-2022 بنجد في زيادة المخصصات الأغذية المدرسية. ما هي استكمال زي ما بقول لحضرتك الاستثمار بقى في الاستثمار في البشر او الاستثمار في الانسان او اللي هو دوت النهارده زياده مخصصات الاغذيه المدرسيه الاهتمام بصحه الاطفال زي ما قلناها في برنامج بقى يعني هو ده بيظهر هنا البرنامج صحه الاطفال في المدارس من خلال وزاره الصحه من خلال مبادره الصحه مكافحه التقزم والسمنه صحه الطفل برده من خلال الاغذيه المدرسية من مبلغ 6 مليار و200 مليون جنيه مبلغ برضو مش قليل. كل ده استثمار في العنصر البشري واستثمار في النبت المصري القادم. زياده مخصصات المياه وايضا ضخ مبالغ كبيره لتمويل مبادره تطوير القرى المصريه. ما هي كده حضرتك برضو داخل في اطار البرنامج اللي هو برنامج قومي او مشروع قومي لتطوير القرى المصريه اللي هو حياه كريمه توفير حياه كريمه. النهارده وفرت ضخت له النهارده المشروع اصلا قايم على النهوض بمستوى المعيشه للمواطن البسيط. يعني النهارده اللي كان في فتره من الفترات كان في ناس بتقول المشروعات القوميه في الصحراء المشروعات الطرق مالهاش لازمه. لا النهارده ثبتت جدواها والنهارده اللي بيتم النهارده الانتقال بالتنمية الى قلب الريف المصري والى قلب العواصم المحافظات اللي بيتم النهاردة الارتفاع بمستوى معيشة المواطن. النهاردة نقلت القرى الفقيرة او القرى الاكثر احتياجا تقريبا اللي قدرت ب 4800 قرية غير توابعهم اللي تقدرت تقريبا فيما يفوق 30,000 قرية. النهاردة اللي نقلت القرى المصرية ديت نقلة جديدة خالص رفعت مستوى معيشتها معيشي من خلال شبكات طرق ومدها بشبكات مياه نظيفة وشبكات الكهرباء. النهاردة برضو البيوت اللي هي أو المنازل الأسر الأولى بالرعاية تم تجهيزها بالكامل. يعني النهوض كامل النهاردة اللي بيحصل على أرض القرى المصرية بيقول تنمية شاملة. النهوض مستوى صحي من خلال وحدات صحية من خلال مستوى تعليمي من خلال مدارس والتوفير أغذية وتوفير مستوى تعليمي جيد باللي احنا بنشهده في التطوير التعليم. فهو دي التنمية الشاملة اللي بيشهدها القرية المصرية دلوقتي. احنا برضه في اطار تطوير القرية المصرية في استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترعة. صحيح ده المشروع 7000 كيلو متر مربع 7000 كيلو متر طبعا اللي هي الترعه اللي تم تبطينها. طبعا ده هو مشروع قومي ليك اكتر من اتجاه لان يعني كل لو بنلاحظ دلوقتي هو كل مشروع في حد ذاته برنامج بيشمل كافه القطاعات اللي من النهارده. البرنامج ده توفر فرص عمل وكانت التكلفات الرئيسيه النهارده ان كل مشروع يكون العماله اللي فيه من اهل المنطقه بتاعته او اهل المحافظه بتاعته. النهارده وفرت فرص عمل. النهارده شغلت المصانع المصريه اللي هي بتنتج. شفنا سياده دوله رئيس الوزراء في المشروع تبطين الطرق تم حصر لكافه المدخلات هذه الصناعه لكافه مستلزمات هذا المشروع والاعتماد على المكون المصري والمصانع المصريه. فده مشروع يعني بقول فوائد كتيره. الحفاظ على تقريبا 5000 متر مكعب من المياه كان بيتم اهدارها عن طريق البخر او تسربها في المياه الجوفيه. فتح فرصه عمل لاهالي
المناطق اللي تم فيها هذه المشاريع، بنقول فتح المجال للصناعات المصريه كمدخلات لهذه المشروع، الاعتماد على المكون المصري والاستغناء عن المستورد، وده برضو يعد بالاجابه على تحسين الميزان التجاري والميزان المدفوعات ورفع قيمه الجنيه. يعني هنا لما نشوف القصه اقتصاديا هي بقول لحضرتك دايره وبتسلم بعضها. نعم. احنا هنتوقف مع هذا الاتصال مع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ حنان، واهلا وسهلا وتحياتي للضيف الكريم الدكتور محمد البهواشي، وتحياتي وتقديري لكل الساده المشاهدين. حضرتك شايف ثاني موازنه عامه للعام المالي 2021-2022؟ الحقيقه خليني اسجل ملاحظات على هذه الموازنه. اولها من حيث الشكل، وهو ان الموازنه تم اعادتها قبل اسبوعين من بدايتها في 1/7، وده بيدل على نوع من التوافق ونوع من الاستقرار على التوجه، وان ما فيش اي مشكله ما بين قطاعات الدوله او وهناك توافق ما بين مجلس النواب وما بين الحكومه على ذلك. ايضا شاهدنا وزيره التخطيط اثناء مناقشه الموازنه بجوار وزير الماليه، وده مؤشر لان هذه الموازنه لها خصوصيه، لان هي بتمثل العام الرابع في خطه التنميه متوسطه الاجل 2018-2022، بالاضافه الى ان هي العام المالي او خطه العام الاخير هي العام الحالي، وايضا هي العام الاول من برنامج الاصلاح الهيكلي اللي مصر بتعتزم البدايه فيه مع بدايه العام المالي. هذه الموازنه وهي موازنه برامج واداء، ده دور وزاره التخطيط، لان بتستهدف هذه الموازنه استكمال المشروعات الموجوده في الخطه. علشان كده بنشوف زياده الاستثمارات الحكوميه لتصل لاول مره في تاريخ مصر الى 385 مليار جنيه. هذه الاستثمارات مهمه جدا لانها بتضخ سيوله في السوق، لما بتضاف الى نحو 361 مليار جنيه مرتبات، بالاضافه الى استثمارات الهيئات الاقتصاديه والقطاعات غير خارج الموازنه، بنلاقي ان الدوله بتضخ حجم كبير من الاستثمارات لخلق دائره اقتصاديه داخليه ترفع من معدلات التشغيل وتخفض من معدلات البطاله وترفع من معدلات النمو، وتخلق دائره زي ما اتكلم الدكتور محمد، دائره اقتصاديه بتساعد على مزيد من النمو في قطاعات الاقتصاد المصري. الموازنه الجديده ايضا بتستكمل المسيره التنمويه لبناء الجمهوريه الجديده وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، حضرتك شايف ده ازاي؟ الحقيقه طبعا هي زي ما حضرتك فعلا ذكرتي، هي استكمال لاجراءات معينه، لان هي بتاخذ نفس التوجه الدوله المصريه منذ بدايه برنامج الاصلاح الاقتصادي، بتسير في منحى زياده حجم الموازنه. دائما الموازنه حجم الانفاق بيزيد بصوره تدريجيه، كانت قبل كده حجم الانفاق وحجم المصروفات المصريه اقل من تريليون جنيه، وصلنا الى تريليون، وصلنا تريليون ونص، النهارده بنتجاوز 1.8 تريليون جنيه مصروفات. الامر اللي بيترتب عليه اثار في مجال المصروفات، بحيث ان احنا شفنا ان هناك مخصصات تجاوزت الاستحقاق الدستوري لقطاعات الصحه والتعليم، مما يؤكد على ان الدوله عازمه على ضخ استثمارات وتعزيز هذه القطاعات. ايضا هناك زياده في الايرادات، ولكن من المؤكد والواضح من خلال الموازنه انه لن توجد اعباء على المواطن رغم زياده الايرادات. زياده الايرادات بتكون من خلال جوده التحصيل، من خلال تطوير المنظومه الضريبيه دون زياده في سعر الضريبه، من خلال ضم اكبر قدر من الاقتصاد الرسمي والحد من التهرب، وايضا تعزيز الايرادات غير الضريبيه. كل هذا الامر بيؤدي الى زياده في الايرادات، بيساعد على زياده المصروفات، لان احنا بنشوف ان الموازنه العامه هي لاول مره بيتم اعدادها رغم ظروف تداعيات كورونا، الا ان هي نسبه العجز نحو 6%. ده شيء كويس جدا. احنا كنا قبل كده بنحلم باليوم اللي يكون فيه العجز الكلي للموازنه رقم فردي اقل من رقم 10 فيما فوق. النهارده حجم العجز تحت السيطره، وفي نفس الوقت الموازنه بتستمر في تحقيق فائض اولي، مما يؤكد على ان مسار الدين سوف يسير في مسار تصاعدي ليصل الى نحو 85% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2024 ان شاء الله. حضرتك ازاي شايف مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ازمه كورونا؟
المستقبل يعني احنا شهادتنا كمصريين يمكن تكون شهاده مجروحه، ولكن المستقبل قالته المؤسسات الدوليه واتكلمت وبمنتهى القوه، وتم تصنيف الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الدوليه انه الاقتصاد الاقل تضررا والاكثر قدره على التعافي. نحن بالفعل اقل تضررا بفعل تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وما اعطاه البرنامج الاصلاح الاقتصادي من قوه وقدره على تمويل هذا الاقتصاد. ايضا لدينا برنامج الاصلاح الهيكلي اللي بيساعد الدوله المصريه الى تحقيق مطار تعافي سريع. مرينا بازمه من خلال تداعيات ازمه كورونا، نجحت الدوله المصريه في امتصاص الازمه نيابه عن المواطن دون ارتفاع في سعر الصرف مع السيطرة على نسب التضخم. في نفس الوقت التصنيف الائتماني المصري من كافة المؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية تم تصنيف يعني القدرة المصرية يعني برؤية مستقبلية مستقرة دون تخفيض رغم تداعيات الأزمة. الأمر اللي بيأكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. الموازنة العامة بتستهدف العام القادم نحو 5.4% معدل نمو، وهي يعني ما تفرقش كتير عن اللي بيتوقعه صندوق النقد الدولي ان احنا نحقق 5.2%. وفي كل الامور تسير في اتجاه صحيح. نعم استاذ بنيد غابر خبير الاقتصادي عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء، شكرا جزيلا لك كنت معنا هاتفيا. وبنرجع لضيفنا داخل الاستوديو الدكتور محمد بهوش الباحث الاقتصادي بكليه السياسه والاقتصاد بجامعه السويس، وبنتكلم عن مشروع الموازنه العامه للدوله 2021-2022، وهي بتتكلم عن مبادرات الاسكان، بنتكلم عن الجزء الخاص بمبادرات الاسكان الاجتماعي والاهتمام بها والتوصيل توصيل المرافق لتلك الوحدات وتغطيه تكلفه توصيل خدمات الغاز الطبيعي ايضا لهذه الوحدات السكنيه. طبعا احنا شهدنا الفتره الماضيه نهضه في القطاع العمراني اللي مضاعفه الحيز العمراني لمصر، كانت تقريبا على مصر في العقود كانت لا تشغل اكثر من 7% من الحيز العمراني. في خلال السبع سنوات تخطينا نسبه ال 14% نتاج لما تم من برامج من المشروعات قوميه من في المشروعات الطرق شبكات شعبيه سميناها شرايين التنميه ومدن العمرانيه والمجتمعات العمرانيه اللي تمت على ضفاف هذه الطرق على مستوى الجمهوريه. مدينه بقت في كل محافظه في مدينه جديده، يعني الاسماعيليه الجديده، بورسعيد الجديده، دمياط الجديده، حتى الصعيد كان ليه نصيب كبير من هذه المدن. كل المشروعات السكنيه ديت على ارض القضاء على عشوائيات والمشروع القومي للقضاء على العشوائيات كلها هدفها الارتقاء بمستوى المواطن، القضاء على مشكله الاسكان. إن الحمد لله النهارده مصر ما فيهاش مشكله اسكان. هذه المدن الجديده اللي تم انشائها او المجتمعات العمرانيه الجديده جزء منها يخص القضاء على العشوائيات، وكان في دعم من الدوله، يعني الدولة أولته الاهتمام كدعم في الـ في الـ في قيمة الإنشاء هذه الوحدات أو في دعم في توصيل الغاز أو المرافق ليها. وفي المدن الجديدة لازمة للمجتمعات الصناعية كإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، فبرضه الدولة وجهت أو خصصت مبالغ كبيرة في هذه الموازنة لدعم القطاع العمراني او القطاع الاسكاني لتغطيه جزء من نفقات الانشاء، والجزء الاخر لدعم توصيل المرافق عامه سواء مياه وصرف صحي والغاز بشكل اساسي. ايضا الرغيف الخبز والسلع التموينيه كان لها نصيب في هذا الموازنه وكان لها نصيب كبير من الدعم. زي ما قلت لحضرتك هي الموازنه دي فيها انحياز كبير للمواطن البسيط، فطبعا الدعم لرغيف الخبز والسلع التموينيه ده شيء اساسي. يمكن في زياده في المخصصات اللي بيتم المخصصات للسلع التموينيه او لدعم السلع التموينيه اللي بيستفاد بها المواطن الاولى بالرعايه او المستهلك اللي هو المتوسط يعني. الموازنة الجديدة بتسعى لاستمرار وضبط عجز الموازنة والسيطرة على التضخم، حضرتك شايف ده ازاي؟ لا هو ده رأي الشق الاقتصادي اللي هو الفعلي النهارده اللي هو لتحقيق تحجيم معدل التضخم وتحقيق معدلات نمو ايجابيه او زياده معدلات النمو الايجابيه، اللي ده بيتم النهارده من خلال زياده الاستثمارات، من خلال تحقيق معدل نمو في الايجابي، من خلال تحجيم معدل التضخم من زياده المنافذ اللي بتنشئها الحكومه من خلال استغلال ما تم انتاجه او ما تنتجه
المشروعات القومية من 1.5 مليون فدان، ومستقبل مصر، مشروع زراعة مستقبل مصر 100,000 صوبة. كل دي هذه المشروعات ضخت منتجاتها في السوق المصري، فعملت على تحجيم معدل التضخم. فالموازنة الجاية إن شاء الله نتوقع فيها تحقيق معدلات نمو إيجابية، ويمكن تكون أكبر من التقديرات اللي هي 5.4 ديت، ممكن تكون أكبر منها. كل النظرات ليها إيجابية. احنا معنا هذا التقرير هنتوقف معه الزميل نصر علي وآراء المواطنين في الموازنة العام الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022 التي يبدأ العمل بها من أول يوليو القادم إن شاء الله. لا تزال حياة البسطاء هي الشغل الشاغل للقيادة السياسية الحكيمة، كما أن تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم هي الهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في ظل توجيهات رئاسية لا تنقطع بالبحث عن الفرص الأقرب لتحسين كافة الخدمات المقدمة لكل المصريين، وهو ما جعلها تستهدف زيادة مخصصات كل القطاعات الخدمية بالموازنة العامة الجديدة للدولة، الأمر الذي نال رضا كل المصريين. هيساعد طبعا في حاجات كثيرة، في تطوير الصحة، المنظومة الصحية هتتحسن طبعا، منظومة التعليم هتتحسن طبعا، شايفين وسائل النقل، القطر المونوريل الجديد اللي هيربط العاصمة الإدارية، القطر المكهرب، محطات مترو الأنفاق، كل الحاجات دي بتعود على المواطن طبعا. توفر في الغاز، في الكهرباء، في الدعم العيش، في الحاجات دي كلها. هيساعد على رفع المعاناة عن الناس، وربنا يعني الغاز اللي الناس ما عندهاش غاز تركب لها غاز، وما عندهاش ميه. في ناس عندنا في الأقصر قرى كتير ما فيهاش الغاز دلوقتي، المجاري ما دخلت لهاش صرف صحي. ده كله هيعود على المواطن في الاخر بتحسين المعيشه الجديده والحياه الجديده اللي الرئيس عايز يعملها. شيء ملحوظ جدا تطوير المستشفيات، و ده كل الناس حاساه بصراحه، بجانب ان التامين الصحي الشامل تقريبا خلاص هو بيجرب دلوقتي في محافظه الاقصر، وان شاء الله تبقى تجربه ناجحه. جهود حكوميه مستمره في اقامه وتنفيذ العديد من المشروعات التنمويه والخدميه في كل محافظات الجمهوريه، مع التحسين المستمر في زياده دخول المواطنين، حتى يشعر كل مصري بان الدوله المصريه موجوده بجانبه في كل مكان على ارض مصر لتوفر له العيش الكريم في شتى القطاعات. دكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بكليه السياسه والاقتصاد جامعه السويس، الموازنه العامه الجديده 2021-2022 بتعمل على توسيع القاعده الضريبيه بنسبه 0.5% من الناتج المحلي سنويا من خلال تنميه الايرادات والاسراع في اجراءات الميكنه الشامله، وايضا تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي. هو احنا كده بنتكلم على الشق الموارد او الايراد. هي طبعا الموازنه ديت يمكن سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء بيقول ان هي كانت التوجيهات، وان ما بقاش فيه الاصلاحات اللي بتتم الاصلاحات الهيكليه ما فيش فيها ضرر على المواطن البسيط تاني، لا يتاثر بها المواطن البسيط. فالنهارده اللي بيحصل يعني اعاده جوده او رفع كفاءه المنظومه الضريبيه من خلال الحوكمه واللي هو الفواتير الالكترونيه او عمليات الضبط الالكتروني، كل دوت او الشمول المالي بصفه عامه، هو دوت يعني الغرض منه رفع كفاءه المنظومه الضريبيه، رفع الايرادات الضريبيه. يمكن حضرتك بالجزئيه اللي هنتكلم فيها ان الشمول المالي، التقليل الفاقد اللي بيتم اصلا ما بين في التعاملات، كل دوت هيعود على المنظومه الضريبيه بتحسن المنظومه طبعا الاقتصاد الغير رسمي الهدف منه اللي يتحقق له بعض المزايا والحوافز من خلال المشروعات، ضم المشروعات الصغيره متناهيه الصغر، وفيها حوافز ضريبيه لضم هذه المشروعات الصغيره او اللي هو الاقتصاد الغير رسمي بصفه عامه لعباءه الاقتصاد الرسمي. الموازنه الجديده ايضا بتعظم العقد في اصول التعاقد العائد من اصول الدوله من خلال زياده الفوائد، محاوله للخزانه العامه وتبني سياسات اقتصاديه سليمه لسه التسعير الذي يغطي تكلفه
إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج. صحيح، هو النهارده شيء أساسي النهارده إن يبقى في يعني في معادلة سليمة بين التسعير والبيع يعني السعر النهائي للمنتج والتكاليف المدخلات أو تكاليف إنتاجه. فالنهارده عملية اللي هي الضبط لهذه المعادلة ديت هيحقق معدلات فوائد طالما المعادلة سليمة، إن يبقى السعر العادل هو بعد في هامش ربح بعد التكاليف الانتاج هيعود بالايجاب على الدخل اللي بيدخل الموازنه العامه. نعم. رساله حضرتك للمواطن اللي بينتظر حياه افضل في هذه الموازنه 2021-2022؟ هو الموازنه دي بتشهد انحياز كامل او انحياز تام للمواطن، كل المخصصات بالزياده لرفع مستوى معيشة المواطن. إن شاء الله نلتمس الخير ومصر على الطريق القادم أفضل بإذن الله. إن شاء الله. إحنا في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكر للدكتور محمد دهواشي الباحث الاقتصادي وكلية السياسة والاقتصاد جامعة سيدي، شكرا جزيلا لحضرتك، ونشكركم مشاهدينا الأعزاء. بكرة إن شاء الله أسرة عمل جديدة وملفات. إلى اللقاء.